مرحبا بكم في مدينة سلا. اليوم عشنا عرسين. العرس الأول هو الاحتفاء بالإطار الوطني السي مصطفى العشري اللي حرز على كأس العرش هو وفريق الطاس، فريق الاتحاد البيضاوي اللي كنقدروه وكنحترموه، هو فريق المقاومين وفريق الأبطال. كنحتفيو كذلك بتوقيع ألبوم جديد اللي هو قصة الدمعة، اللي من كلمات الأستاذ محمد الرياحي والألحان ديال السي محمد بالخياط. كنشكر جزيل الشكر الصحفيين اللي شرفونا بالحضور ديالهم، وبهذه المناسبة كنقول للمغاربة من طنجة للقويرة كل عام وأنتم بألف خير. الله يدخلوا علينا وعلى سيدنا الله ينصروا بالخير واليمن والبركات، وشكرا. محمد بالخياط، ملحن وأستاذ لآلة العود بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط. بخصوص هذا العمل الفني الذي هو من دعم وإنتاج سي محمد الغاوي وبدعم من وزارة الثقافة، طبعا كل منتوج لابد له من دعاية وإشعاع ليصل إلى المستهدف الذي هو الجمهور. فهذه بادرة، هي مبادرة أو بادرة شخصية، أتمنى أن تحظى بإعجاب وقبول الجماهير المغربية المتعطشة للأغنية المغربية الهادفة. وفي نفس الوقت هي دعوة إلى كل الفنانين إلى النهوض والدفاع عن الأغنية المغربية من أجل رد الاعتبار لها. وهذا شرف الأطر السنوية اللي فحقها وتكريم، ماشي ليا بوحدي انايا، هذو الاطر السنويه واللاعبين القدامى ديال الجمعيه السنويه، ونتمنى ان شاء الله باش تعاود عاوتاني في مدربين اخرين ان شاء الله اللي يحرزوا على بطولات وعلى كؤوس ان شاء الله، ونحتفلوا بهم كما احتفلوا بمصطفى العسري. بطبيعه الحال الام الفريق الام ديالي تما فين خرجت من التدريب، تما لهذه المناسبه نشكر الاستاذ بدر الدين الادريسي اللي هو اللي كنت عملت معاه في المدرسه ديال الجمعيه السنويه، كان هو المدير ديالها، ومن ثم كانت الانطلاقه ديال مصطفى العسري باش يكون مدرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.